بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين. أيها الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله العظيم في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. في هذه الآيات المباركة من سورة النور نستعرض قضية تاريخية تحدث عنها المفسرون والمؤرخون كثيرا، وهي القضية المعروفة بحديث الإفك. ما هو حديث الإفك؟ هناك قضية وقعت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وتناولتها الألسن والأحاديث، أحاديث الناس، وانتشرت بسببها الشائعات، وتم بسببها انتهاك الكرامات والحديث عن أعراض الناس. هذه القضية هزت المجتمع الإسلامي بقوة، بحيث تعرض المجتمع الإسلامي في زمن الرسول صلى الله عليه وآله إلى اختبار شديد بسبب هذه القضية. ما هي القضية؟ للقضية روايتان، قصتان، كل رواية تختلف عن الثانية تماما. أذكر لكم الرواية الأولى، قصة حديث الإفك، ثم أذكر لكم الرواية الثانية، القصة الثانية، ثم أبين لكم رأيي أنا الشخصي في أي الروايتين أصح، وبعد ذلك نستلخص العظة والعبرة من هذه الآيات المبارك. الرواية الأولى مروية عن السيدة عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله، تقول والكلام لها أنه النبي صلى الله عليه وآله في كل غزوة من غزواته، النبي كان يطلع للغزو، في كل مرة من في كل غزوة من غزواته كان يأخذ وحدة من النساء، متسعة كان يأخذها معه، فتسافر مع الرسول وتعود معه. والطريقة اللي كان النبي يختار فيها الزوجة القرعة، يسوي قرعة، اللي تطلع القرعة باسمها يأخذها. تقول عائشة: خرجت القرعة باسمي، فأخذها النبي صلى الله عليه وآله إلى الغزوة. ما اسم الغزوة؟ البعض يقولون غزوة بني المصطلق. النبي صلى الله عليه وآله، والكلام لعائشة، تقول: ذهبنا مع النبي وفي طريق العودة عسكر جيش الرسول صلى الله عليه وآله في الصحراء، ناموا الجيش في الصباح بعد ما صلوا الصبح قاموا سافروا، قمنا ارتحلنا إلى المدينة. تقول: لما كان الجيش دا يستعد للخروج أنا اضطريت، عندي الحاجة الإنسان يحتاجها، قضاء الحاجة، شوية رحت بعدت لقضاء الحاجة، لما رجعت شفت الجيش راح كله، نسوني. في هناك جمل تركب عليه عائشة، الجمل عليه هودج، الهودج هو محل صغير مثل أوضة صغيرة يحطوها فوق الجمل.
فيفترض أن عائشة كانت في الهودج، يجون عمال اثنين يحملون الهودج يضعوه على الجمل ويمشي الجمل. تصور هؤلاء العمال أن عائشة موجودة داخل الهودج، فلما رفعوا الهودج ما أحسوا فيها. طيب سؤال، كيف ممكن يحملون الهودج وهي ما موجودة؟ الوزن وين صار؟ تقول أنا يومتها ما كان وزني كبير، وزني بعدني خفيفة الوزن، فسواء هي موجودة أو ما موجودة داخل الهودج ما بيشعر فيها من يحمل الهودج، هكذا تقول. حطوا الهودج على البعير والبعير راح مشي مع جيش الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا رجعت شفت النبي ما موجود، الجيش ما موجود، البعير مش موجود، الهودج مش موجود، ما حدا فيه. ظلت قاعدة، ظلت جالسة في الصحراء، هذا بعد طلوع الشمس بدقائق. فغلبني النعاس، واحد من أفراد الجيش اسمه صفوان بن المعطل، هذا أيضا كان عنده شغلة، الجمل تبعه كان معند، لراح سوى الجمل وعدله أيضا متأخر. فإجا مر شافني أنا فأشر لي أنه أركب البعير. تقول ما كلمته بكلمة ولا كلمني بكلمة، حطني على البعير وجابني وصلني على المدينة، كان جيش النبي صلى الله عليه وآله وصل للمدينة. تقول عائشة فذهبت إلى بيت الرسول وأنا ما أعرف شيء أبدا. تبين أن هناك شائعة ولغط كبير بين الناس وأنا ما أعرف فيه. كيف؟ تقول أشوف النبي صار قليل يجي عندي، ما أعرف ليش، كان يجي يتبسم يتكلم معي، أصلا يفوت البيت سلام عليكم السلام وبس، لا يتكلم معي، لا يأخذ بأطراف الحديث، لا يجاملني ويطلع. تقول ذات يوم طلعت أيضا أروح للصحراء لقضاء الحاجة، معي امرأة اسمها أم مسطح، فعثرت في الأرض فقالت لي أم مسطح أبعد الله مسطح، الله يسود وجه المسطح. فقلت لها يا أم مسطح ليش تحكين على مسطح؟ مسطح إنسان طيب، شهد معركة بدر. قالت مو أنت ما عارفة مسطح شو مسوي؟ شو مسوي؟ قالت هذا مسطح قالب الدنيا عليك أنت، يتهمك والعياذ بالله، يوم اللي تأخرتي أنت وصفوان وجيتوا متأخرين اتهمك بعلاقة مع صفوان. فقلت ما معناه يخرب بيت المسطح بهالشكل. لاحظت أن الموضوع منتشر بين الناس والناس تحكي فيه وأنا الوحيدة اللي ما أعرف. تقول يأتي رسول الله بالكاد يسلم علي، أصلا ما يكلمني، يفتح الباب يقول كيف تيكم، يعني كيفها هذه اللي قاعدهم، ما يكلمني بس يسأل هالسؤال كيف تيكم أو كيف تلكم. ورا فترة أنا شفت ما في فايدة باقية هون، فاستأذنت من رسول الله أن أذهب إلى بيت أهلي. فكان يجي مرة بالسبوع يمر علي هكذا مرور الكرام، والكلام إلى الآن لمن؟ لعائش، ويقول كيف تيكم وما يكلمني. بعد فترة تقول أنا كنت سمعت أن النبي صلى الله عليه وآله استدعى شخصين من صحابته، واحد زيد بن حارثة الثاني علي بن أبي طالب. قال شو رأيكم هذه مرتي الناس دي يحكون عليها وطالعة بالألسن، فما رأيكم أصنع؟ والكلام أيضا لعائشة. تقول أما زيد فنصح رسول الله أن لا يصغي لهذه الشائعات أبدا وما يرد عليها وما يهتم فيها أبدا. أما علي بن أبي طالب فتقول قال رسول الله يا رسول الله النساء غيرها كثير، شو بدك فيها مرة طالع عليها كلام، طلقها وأخلص منها وشوف لك واحدة ثانية. لكن النبي ما سمع لعلي بن أبي طالب، ليش؟ لأن آيات نزلت تبرئني. هي تقول أنا ما كنت أتوقع أن تنزل آيات، أنا منتهى الأمر كنت أتوقع أن النبي يشوف منام يبرئني، لا نزلت آيات، سورة كاملة، سورة النور إذا تقروها من أولها لآخرة تتحدث عن حديث الإفك. إن الذين جاءوا بالإفك، أي إفك؟
اتهام عائشة: عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم، من هؤلاء الذين شاركوا في الإفك، الإفك يعني الافتراء والبهتان، ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره، هذا اللي كان رئيس القوم في الافتراء والبهتان مصطح ابن أثاثة، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ليش المؤمنين ما قالوا يا جماعة هذا الكلام مو صحيح، هذه امرأة بريئة، وقالوا هذا إفك مبين إلى آخر الآية. فتقول: رجع النبي واعتذر من عندي ورجعني إلى البيت معززة مكرمة. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية طبعا هذه مروية عن في كتب إخواننا أهل السنة والجماعة. المشكلة وين مع هذه القصة؟ أنه كل الروايات اللي روت هذه القصة تنتهي عند من؟ عند السيدة عائشة. فلان عن فلان عن فلان عن السيدة عائشة، فلان عن فلان عن فلان عن السيدة عائشة، ابن عباس يرويها عن عائشة، عكرمة يرويها عن عائشة. فكل الطرق التي رويت فيها هذه القصة تنتهي إلى من؟ للسيدة عائشة. هي عم تروي لنفسها فضيلة. هذا رأي. وإخواننا أهل السنة والجماعة إذا تشوفون تفاسيرهم وعلماءهم وكلماتهم، كل حديثهم برأها الله في القرآن أم المؤمنين ويحكي لك بحديث الإفك، بس ما يروون القصة الثانية التي ذكرها حتى علماء السنة أنفسهم في تفسير هذه الآيات، في شأن نزول هذه الآيات. شو القصة الثانية؟ الرواية الثانية تقول لا، قصة ما لها علاقة بالسيدة عائشة. على العكس، السيدة عائشة في الرواية الثانية كانت متورطة ولم تكن بريئة، كانت متورطة في الإفك ولم تكن بريئة، بعبارة أخرى لم تكن موضوع الإفك بل كانت مشاركة في الإفك. وين؟ القصة تقول أن النبي صلى الله عليه وآله أرسل برسالة إلى حاكم مصر اسمه المقوقس، دعاه إلى الإسلام. الرجل رفض أن يسلم لكن كان مؤدبا في رفضه، رفض الدخول إلى الإسلام لكن أرسل جاريتين لرسول الله صلى الله عليه وآله، جاريتين قبطيتين اثنين، واحدة اسمها سيرين والثانية اسمها ماريا، وأرسلهما مع قريب لهما، رجل قريب، قطعوا المسافة من مصر إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وآله تزوج بماريا، والثانية سيرين زوجها من الشاعر حسان بن ثابت. بقوا في المدينة، ما عندهم أحد من أقربائهم، هذول بنات اثنين ما يعرفون اللغة، ما يعرفون أهل المدينة. هذا قريبهم اللي إجوا معه كان يجي يزورهم بين فترة أخرى، يزورهم ابن عمهم. وصادف أن زواجات الرسول لم تحمل إحداهن أبدا أبدا، بس واحدة السيدة خديجة والثانية ماريا القبطية حملت من رسول الله طفلا سماه إبراهيم على جده إبراهيم عليه السلام. النبي كان يحب هذا الطفل، طبيعي النبي ما كان عنده أولاد، ماتوا الذكور اثنين القاسم وعبد الله ماتا في المدينة، فكان عنده هذا إبراهيم إجى على كبر، فالنبي كان شديد التعلق فيه، كان هو جميل، كان جدا جميل كان، فالنبي كان يجي يشيله يقبله يبوسه. الروايات تقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحمل هذا الطفل ويقبله، بعدين يسأل السيدة عائشة يقول لها: يا عائشة ألا تنظرين إلى جماله؟ فتقول له: وش طالع لك من جماله، أصلا هو مو ابنك، عياذ بالله، هو مو ابنك. فكانت تنسب هذا الطفل المن إلى هذا الرجل القبطي ابن عم ماري القبطي. النبي كان يسكت، بس السيدة عائشة ما كانت يعني تهدأ، كانت تظل تمشي، هذا الطفل مو ابن الرسول، هذا الطفل مو ابن الرسول،
ليش؟ لأنه شافت الرجل إجا زار ابنة عمه مرة أو مرتين، فكانت تتهمه بالعلاقة غير الشرعية مع ماريا القبطية. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله قال: يا علي اذهب إلى ابن عمها اقتله. فجاء علي عليه السلام، ابن عمها كان يشتغل على في بستان، فلحقه علي بن أبي طالب وهو يحمل السيف جاي ينفذ أمر الرسول. لما لحقه هذا الرجل من شدة الخوف هرب من الإمام علي وتسلق نخلة. لما تسلق النخلة الظاهر ما كان ملابس داخلية، فانكشفت عورته. طبعا الإمام مو قاصد، وإنما حدث على سبيل الصدفة أن الإمام اكتشف أن هذا الرجل صار ما عنده عضو تناسلي، فعاد إلى رسول الله. قال: يا رسول الله، هل ما أمرتني أمر قاطع أنفذ؟ أنا أنفذ، ما عندي مانع. أو فيه مجال للمناقشة؟ قال: بلى يا علي، فيه مجال للمناقشة، قل. قال: يا رسول الله، أنت أمرتني بقتل هذا الرجل، وأنا شفت أصلا هذا ما عنده، هذا مقطوع العضو التناسلي عنده مقطوع نهائيا. فقال له رسول الله: لا كف عنه. يبدو أن النبي صلى الله عليه وآله من خلال علم الغيب كان يعلم أنه ما في طريقة لإثبات براءة ماريا القبطية وهذا الرجل إلا هذه القصة، أن يبعث عليا في الظاهر ليقتل الرجل، ولكن لتنتهي القصة ببراءة هذا الرجل وبراءة ماريا. فتركه رسول الله صلى الله عليه وآله، وتبين للكل أن هذه الشائعات التي أطلقتها عائشة بنفسها على ماريا القبطية تبين شائعة غير صحيحة، كذب مو صحيح. أي الروايتين أصح؟ أنا أعتقد الرواية الثانية هي الأصح. ليش؟ أولا كما ذكرت، الرواية الأولى تنتهي روايتها، حلقة الإسناد تنتهي إلى عائشة نفسها، وإحنا عندنا قاعدة في علم الحديث: إذا الإنسان ادعى لنفسه فضيلة ما نقبلها. نعم، إذا يجي شخص آخر يشهد له نقبلها، أما أنا أدعي لنفسي فضيلة ما نقبلها منك، لأنه إيش عرفنا أنك أنت صادق في كلامك. نعم، لو كان يجي شخص ثالث، شخص آخر محايد يروي أن هذا، ولذلك فضائل أمير المؤمنين إحنا لما نذكرها نذكرها عن الآخرين، يرويها ابن عباس، يرويها فلان، ما نروي رواية في فضل أمير المؤمنين هو افتعلها، هو قال: قال لي رسول الله أنت أفضل الناس بعدي. وإن كان لو قال علي بن أبي طالب هذا الكلام كلامنا كلامه على عيننا ورأسنا، لكن عندنا قاعدة: الفضائل لا تثبت بأقوال أصحابها، تثبت لهم بأقوال غيرهم، حتى نضمن الموضوعية، حتى نضمن أنه الكلام ولا كل واحد يقدر يجي يدعي لنفسه فضيلة، كل واحد من الصحابة يجي يقدر يقول هاي الآية نزلت في حقي أنا. طب من قال أنت كلامك صحيح؟ جيب شاهد آخر. هذا السبب الأول نرفض. السبب الثاني أن الرواية الأولى ما تتحدث عن براءة واقعية، تتحدث عن براءة ظاهرية. يعني شلون؟ يعني الناس حكوا على السيدة عائشة، ما كان لهم حق أن يحكوا حسب الرواية الأولى، هذا خطأ لا شك، خطأ، هذا نيل من عرض رسول الله، لكن لم يأتي دليل قاطع على براءتها مثل قصة السيدة ماريا، بحيث علي رأى بعينه أن هذا الرجل أصلا ما عنده أعضاء تناسلي، ما صار هذا الشيء في قصة السيدة. أنا ما أريد أتهمها والعياذ بالله، لا تفهموني غلط، أريد أقول أنه آيات الإفك نزلت في حادثة ثبتت البراءة الواقعية لصاحبها، مو فقط البراءة الظاهرية، لأن القرآن هنا ماذا يقول؟ يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. يعني بعبارة أخرى،
القرآن ثبت البراءة من خلال عدم وجود أربعة شهداء، بس يمكن يصير تصير الأشياء. لكن في قصة السيدة ماريا لا، بالإضافة إلى عدم وجود الشهداء الأربعة للمتهمين كانت هناك حالة براءة واقعية تم برؤية العين اكتشاف عدم صحة هذا الادعاء. إذن هذه الآية سواء كانت في عائشة هي المظلومة ومصطح بن أثاثة كان الظالم، أو نزلت في ماريا القبطية والأخريات ظلمنها، وقعت شغلة وقعت ما كان لازم تصير، يتهم عرض الرسول صلى الله عليه وآله. أولا عندنا قاعدة أيها الأعزاء، أنه ما زنت زوجة نبي قط، نساء الرسول أي رسول أي نبي لا يزنين. ليش؟ لأنه إذا زوجة الرسول والعياذ بالله تزني، هذا حط من قيمة الرسول من قيمة النبي. الناس بعد ما تؤمن بهذا النبي، ما تصلي وراه، لك شو هذا النبي مرت فلتانة. فإحنا عندنا قاعدة متفق عليها بين المسلمين سنة وشيعة، ما زنت زوجة نبي قط، هاي أولا. ثانيا الخيانة اللي يتحدث عنها القرآن في قصة زوجة نوح وزوجة لوط، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة ليست خيانة في الفراش، ليست خيانة زوجية، وإنما كانت خيانة في العقيدة، خانتاهما في العقيدة. النبي يدعو إلى الله والزوجتان تدعوان إلى الشيطان، هذا المقصود بالخيانة. فإذا زوجة الرسول أيا تكن مبرأة، مبرأة من كل دنس من هذا النوع. نعم هي مو مبرأة من الذنوب، قد ترتكب ذنوب وقد ترتكب ذنوب عظيمة، لكن ليس من هذا النوع، ليس ذنب من هذا النوع يسقط النبي زوجها في أعين الناس. يعني زوجة النبي لو كانت كافرة والعياذ بالله لا تسقط زوجها من أعين الناس، لأنه بالنتيجة كل إنسان ولا تزر وازرة وزر أخرى، نوح ما يتحمل وزر زوجته. لكن إذا زنت والعياذ بالله تسقط زوجها في أعين الناس. إذن هذا الدرس الأول نستفيده، هذا نخليه على جنب، نأتي إلى بقية الدروس المستفادة. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يا جماعة يا مسلمين، إذا إجاكم شخص ونشر بينكم شائعة اتهم زيد أو عامر بالزنا والعياذ بالله أو بالسرقة ولا يوجد دليل ولا توجد بينة على ما يقول، ارفضوه ما تقبلوه، قولوا شنو هالكلام، ارفضوه ما تتقبلون، لا تصيرون أرض خصبة لتوزع الشائعات لانتشار الشائعات. أنت اللي تسمع قول ما في هذا الكلام مو صحيح، ما نريد نسمعه، ما نحب نسمعه أصلا. هذا درس أيها الأعزاء. القرآن يقول لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذا زيد اتهم عمرو والعياذ بالله بالزنا باللواط بالسرقة، نجيب الزيد نقول له تعال عندك شهود أربعة عدول يشهدون، إذا عنده شهود نسكت ونرتب الأثر على من؟ على عمرو المتهم. أما إذا ما استطاع أن يأتي بالشهود نقول له شو دليلك؟ ما أنا سمعت، أنا قرأت بالجريدة. نقول له أنت أكبر كاذب بنص القرآن الكريم. إذا ما عنده شهود أربعة يشهدون، إذا ما عند المتهم دليل قاطع يثبت أن هذا الإنسان متهم بما يتهمه، نقول له أنت الكاذب، نقول له أنت الكاذب. فأولئك عند الله هم الكاذبون.
إذ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. يقول الله لولا رحمت عليكم أنتم المسلمين اللي دخلتوا في هاي المعمعة، معمعة الإفك، وصدتوا تتهمون إنسان بريء، يمكن الله كان ينزل عليكم صاعقة من السماء ويحرقكم جميعا، بس هذا من رحمة الله، الله ما سواه. أحيانا أعزائي نوع من هذا يعني من هذا النوع من الرذائل اللي يسموه التشهير أو تسقيط الشخصية. يعني شنو الفرق أنت تجي الواحد بريء تضرب طلقة برأسه أو تطلق عليه شائعة مميتة تسقطه في المجتمع، تسقط شخصيته، تسقط سمعته، يصبح إنسان مشلول، ما الفرق بينهما؟ في قتل للشخص وفي قتل للشخصية. إطلاق الشائعات المغرضة الكاذبة هو يساوق قتل الشخصية. إذن هذا العمل يستحق العذاب من الله، إطلاق الشائعات كما أن قتل الإنسان يستحق العذاب من الله. إذ تلقونه بألسنتكم، أكو ناس بس يسمع شائعة أو اتهام رأسا يقوم ينقله، سبحان الله كأنه دافعي له فلوس. سمعتوا؟ سمعتوا شو صار؟ هذا مرته طلعت كذا وكذا. يا عمي خاف الله، من قال لك هذا الكلام صحيح؟ أنت تعرف متأكد؟ لا ما أعرف، بس أنا سمعت الناس عم تحكي فيه. طيب ما يقوله الناس كثير منه غير صحيح، لا أساس له من الصحة. بين الحق والباطل أربع أصابع يقول علي بن أبي طالب، فالحق هو ما رأيت والباطل هو ما سمعت. شو يعني أنت سمعت؟ كثير من الأشياء اللي نسمعها، الحديث يقول كفى بالمرء كذبا وكفى بالمرء أن يكون كاذبا عند الله أن يحدث بكل ما سمع. إذا تريد الله يسجلك كذاب في ملفه، احكي بكل ما تسمع، لأن كثير مما تسمعه وأسمعه إذا تحدثنا فيه كذب، فأسجل عند الله كذابا دون أن أعلم دون أن أشعر. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إطلاق التهمة على إنسان بريء، على إنسان مؤمن، تحسبه هينا ولكنه عند الله عظيم. يقف الإنسان على شفير نار جهنم مئات السنوات كما تقول بعض الروايات. الله يقول له أوقف عند شفير نار جهنم إلى أن تجيب لي الدليل على ما اتهمت به زيد أو عمرو. يلا عندك دليل؟ غاندي عنده كلمة جميلة يقول ما أسهل الاتهام وما أصعب إقامة الدليل عليه. أنا أتهم زيد من الناس بأنه حرامي، ما تأخذ مني شيء كلمتين أقول فلان حرامي، بس تعال أثبت الدليل عليه. ما الدليل على ذلك؟ هل عندك دليل؟ إذا ما عندك دليل أنت في ورطة، إذا مو مع الناس مع رب العالمين. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، أنت شاكك مو متأكد ما تحكي فيه، ما تحكي فيه. لما يجي شخص ينقل لك تأكد هذا الثقة لو مو ثقة، إذا ما كان ثقة لا تتعجل. يا أيها الذين آمنوا، القرآن الكريم يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما تستعجل، رأسا تتعجل تصدر الحكم وأنت دليلك إنسان فاسق، إنسان مغرض، إنسان معادي، إنسان عنده أجندة، إنسان عنده موقف شخصي من فلان، يجي يتهم فلان أنت هم تستعجل وتلقي بالتهمة على فلان. لا، تأكد قبل أن تلقي بالتهمة. إذن يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
يقول القرآن الكريم: ولولا إذ سمعت. شوفوا أدب القرآن، القرآن يؤدب أتباعه. لما تسمع شائعة تأدب بأدب القرآن، تصرف كما يريد منك القرآن أن تتصرف. يقول: ولولا إذ سمعتموه. دائما يا جماعة يا مؤمنين، إذا سمعتم شائعة مغرضة فيها تسقيط، هذا زاني، فلان سارق، فلان لائط والعياذ بالله، يقول: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. شو خصني أنا أتكلم بهالموضوع؟ بعدونا عن هالمواضيع، بعدونا عن هالمواضيع، شو دخلي أنا؟ ذاك اليوم بعثوا لي بعض الإخوان امرأة تهاجم رجل، الله يسامحهم بعض الناس صاير كببغاء، صاير مثل آلة يستلم من هون ومن هون يبعث سند. يا أخي أنت شو خصك؟ أنت فلان، حتى بعثت له رسالة لأحد الإخوان، لا يا أخي لا تنشر هذه الأشياء. أنت تعرف هذه المرأة من هي؟ شو دوافعها؟ عم تحكي على واحد حاجب الجالية؟ أنت ما بتعرف، بما أنك ما بتعرف اسكت، لا تنشر في محكمة، في قضاة، خلي يروحون يشتكون. أما أنك تجي تروج لامرأة تهاجم رجل، طيب شو خصك أنت؟ ليش تتدخل؟ لماذا تصبح حطاب؟ شايفين الحطابين؟ حطاب يجمع حطب، هذا يجمع حطب لنفسه في نار جهنم. هذه ما راح عندها مشكلة مع هذا الزلمة، ما عم تتهمه، هذا يجي يصير ينشر لها، ماكو داعي، انتبه على نفسك. يقول: ولولا إذ سمعتموه. دائما حينما تسمع شائعة ضد إنسان تعرفه مؤمن، ما شايف منه شيء مش منيح، أنت ظاهره الصلاح، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. البهتان أعزائي هو اتهام شخص دون إقامة الدليل عليه، يسمى بهتان، والبهتان من أعظم الموبقات عند الله، من أعظم الموبقات. لننزه ألسنتنا أيها الأعزاء، تارة شغلة أنت متأكد منها ومع ذلك الإسلام ما يريدك تنشر، حتى لو متأكد يريد منك تستر على الناس. الله خير الساترين، الله أرحم الراحمين، الله ما بيحب الشائعات، الله ما يحب القضية تنتشر بين الألسن الناس، حتى لو صدرت من إنسان جيفة استر عليه، ما تجيب اسمه، ما تقول فلان فعل وترك، استر عليه، الله يحب الستر، ما بيحب تسقط يعني سمعة العالم. كل إنسان إلى كرامة، حتى لو أخطأ، حتى لو أخطأ الإنسان، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. نستر على الناس. أكو ناس يرتاح ينبسط بس يسمع خبر فلان يصير ينشره بين الناس، لا ما بيجوز هذا الشيء. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله. يعظكم الله يعني أصحكم مرة واحدة، أنبهكم مرتين، أحذركم المرة الثالثة، أضربكم. الله يحذر وينذر، وفي المرة الثالثة أو الرابعة ينتقم، يتمم الحجة على الإنسان، يقول أنذرتك مرة ومرتين بس بعدين أحاسبك، يضربه في الدنيا قبل الآخرة. يقول الحديث: من كشف عورات الناس انكشفت عورات بيته. الإنسان اللي يكشف عورات الناس يجي يوم عورته تنكشف أيضا، الناس يحكون على مرته أيضا، يحكون على بنته أيضا، يحكون عليه هو أيضا. إذن يجب أن نحذر. كل واحد من عندنا عنده مرة وأولاد وعائلة، ما بيقبل حدا يحكي على عائلته، لا تحكي على عوائل الناس. ما تقبل أحد يسقطك، لا تسقط أحد. ما تقبل أحد يظلمك ويفتري عليك، لا تفتري على أحد، هذه القاعدة. اجعل، يقول علي بن أبي طالب عليه السلام: اجعل نفسك ميزانا بينك وبين الناس، فرض لهم ما ترضى لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك. ما تقبل أحد يحكي عليك، ما تقبل أحد يحكي على بنتك، ما تقبل أحد يحكي على مرتك، ما تحكي على الناس، ما تحكي على أعراض الناس.
يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم يقول القرآن الكريم، اسمعوا أعزائي، إن الذين يحبون، في عندهم حب رغبة يطير من الفرح، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. شنو يعني تشيع الفاحشة؟ هذا أنه ينشر الأكاذيب، يسقط الناس، هذا إشاعة الفاحشة، هذا يسموه إشاعة الفاحشة، تسقيط الناس، التشهير بالآخرين، هذا يسميه القرآن الكريم، يسميه ماذا؟ إشاعة الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب، إذن خلي نكتفي بهذا القدر، وأختم بالقول أن الله سبحانه وتعالى أدب المسلمين بأدب القرآن، فأراد منهم أن لا يتبعوا إلا ما هم مطمئنون منه، أن لا يلاحقوا الإشاعات، أن لا يلاحقوا الأقاويل الباطلة. وهنا سؤال، كيف نقضي على الشائعات أيها الأعزاء؟ طريق واحد، ألا نتحدث بها. يعني لما يجي إنسان يطلق شائعة، الشائعة كيف تنتشر؟ أنا أنشرها وهذا ينشرها وهذا ينقلها، انتشرت الشائعة. لكن إذا أنا أقول يا فلان خاف الله وفلان يقول خاف الله، ما تنتشر الشائعة، تموت في مهدها. الشائعات إنما تنتشر بين الناس حينما يكون هناك متطوعون مجانيون للدخول في نار جهنم، يأخذون الشائعة ويصير يوزعوها من حيث لا يشعرون، من حيث لا ينتبهون إلى آثارها. إذا أردنا أن نقضي على الشائعات المغرضة، أن نعرض عنها ما نسمعها، وإذا سمعناها لا نتأثر بها ولا نرتب عليها أثرا ولا ننقلها ولا نرويها للآخرين. عندنا أسئلة من الأسبوع الماضي أعزائي، خليني أبدأ بها وبعدين ننتقل إلى ال. نعم. 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 شراب الشعير، الأخت تسأل عن شراب الشعير واللي الآن دا يسموه البيرة. البيرة الحلال. حلال ولا مو حلال؟ أعزائي، إحنا عندنا قاعدة أنه ما كان كثيره مسكرا فقليله حرام. يعني الإنسان حتى تسكر البيرة لازم يشرب مثلا والعياذ بالله 10 كاسات منها، يعني ما يسكر ليشرب 10 كاسات. هذا اللي 10 كاسات منه تسكر، يصير الفنجان الصغير منه شو؟ حرام. لأنه هو شلون واحد يسكر فنجان إلى فنجان إلى فنجان يسكر، فحتى ما يسكر لازم ما يشرب ولا قطرة منه. إذن البيرة إذا كانت مسكرة، والويسكي وأي نوع من أنواع المشروبات إذا كانت مسكرة فيها نسبة من الكحول لا يجوز شربها. نعم، إذا كان نسبة جدا ضئيلة، يعني شلون؟ يعني 0.5، يعني 5 بالألف، مو 5%، 5 بالألف، يعني دا يصير أقل من 0.5%، أقل من 0.5%، 5 بالألف، 2 بالألف. السيد السيستاني وآخرين قالين يجوز. ليش؟ قال أصلا هذا مستهلك، هالنسبة مستهلكة. شو يعني مستهلكة؟ يعني لا قيمة لها، ضايعة بالمرة. نسبة 5 بالألف نسبة مستهلكة، ما لها قيمة، لا يعتد بها. نعم، إذا 0.5%، 1%، 2%، 5% فصاعدا حرام. ليش؟ لأن ينطبق عليه القاعدة، ما كان كثيره مسكرا فقليله حرام. طيب سؤال، طيب ليش ما تطبق نفس القاعدة على 5 بالألف؟ يقول لأن هذا أصلا ما يعتبر قليله، أصلا ما يعتبر قليل، هذا ولا شيء، 5 بالألف ولا شيء، مستهلك. فإذا هذه البيرة اللي نتحدث عنها إذا كانت نسبة الكحول فيها شبه منعدمة، مثل ما ضربنا مثال 5 بالألف لا أشكال بها، لكن إذا كانت
نسبة يعتد بها، نص بالمية، 1%، 2%، هذه تصبح حرام ولا يجوز شربها. وسمها ما شئت، تريد تسميها بيرة حلال، تريد تسميها روت بير، سميها. الاختلاف مو على الأسماء، الاختلاف على الانجريدينت، لازم تشوف الانجريدينت مالتها ايش قد. طيب سؤال يقول: أثناء الحاج صار تدافع ولم أستطع تحريك نفسي، وكانت أمامي امرأة يقول هذا السؤال أفضل أجاوبه بشكل شخصي. طيب السؤال يقول: من هم المعتزلة؟ المعتزلة أنا ذكرت في الأسبوع الماضي أو اللي قبله بمناسبة، ما أعرف ليش شنو كانت القضية، إذا أحد يذكرني ذكرت المعتزلة. المعتزلة هم فرقتان، أحد فرقتين في الإسلام، في الإسلام السني. إخواننا السنة منقسمون إلى فرقتين من حيث العقيدة وليس الفقه، انتبهوا. في المدارس الفقهية السنة ينقسمون إلى 4 مذاهب: المذهب الحنبلي، الشافعي، الحنفي، والمالكي. هذا في المذهب، في المذاهب الفقهية. لكن في المذاهب الفكرية العقائدية ينقسمون إلى مذهبين: المعتزلة والأشاعرة. إحصائيا اليوم ما في سني معتزلي، كلهم تقريبا أشاعرة. هذا الكلام قبل 1000 سنة كان في أشاعرة وفي معتزلة. الفرق بين الأشاعرة والمعتزلة، وزعيم المعتزلة هو واصل بن عطاء، فيلسوف كان اسمه واصل بن عطاء. الخلاف حول قضية رئيسية: هل الإنسان مسير أم مخير؟ الأشاعرة يقولون الإنسان مخير، مسير، مسير. المعتزلة يقولون الإنسان مخير. الشيعة ايش يقولون؟ الشيعة يقول الإمام الصادق: إنما هو أمر لا جبر ولا تفويض. الجبر رأي الأشاعرة، التفويض أن الإنسان حر 100% رأي المعتزلة. يقول الإمام الصادق: لا جبر ولا تفويض، وإنما هو أمر بين أمرين. فإحنا الشيعة نقف في الوسط، نعتقد أن الإنسان مخير، بس مو مخير 100%. أنت لما تجي للدنيا كنت مخير في اختيارك للمجيء للدنيا؟ أحد سألك استشارك؟ لا. لما أجيت أبوك فلان وأمك فلانة كنت مخير؟ استشارك أحد أنه تريد أبوك يكون فلان أو فلان؟ لا. كثير من الأمور إحنا لسنا مخيرين فيها. البيئة اللي نشأت فيها، أنت ولدت في اليابان أحد استشارك؟ وهذا ولد في النجف الأشرف أحد استشاره؟ البيئة تلعب دور في نشأتنا. كثير من الأمور أنت ما مخير فيها، لكن أيضا في قرارك النهائي أنت مخير. إذن الشيعة يقفون في الوسط، المعتزلة يرون أن الإنسان مخير تماما، المشاعرة يرون أن الإنسان مسير. والحديث طويل، يرجع إلى القبح والحسن العقليين. هل القبح والحسن عقليين أم شرعيين؟ يعني سؤال: هل يحسن بالله أن يظلم الإنسان أم لا؟ شو رأيكم؟ هل من الجميل، هل يناسب رب العالمين أن يظلم أو مو مناسب؟ أسألكم. المعتزلة يقول: لا، الله مو مناسب يظلم. الأشاعرة يقولون: منو أنت اللي تعين لرب العالمين وظيفته؟ الله يريد يظلم أو ما يظلم، أنت شو قصك؟ ولا يسأل عن فعله وهم يسألون، أنت تحاسب لرب العالمين؟ المعتزلة يقول: بس الله عادل. يقول لك: إيه الله عادل. تقول له هذا المعتزلي، يقول له للأشعري: إذا الله عادل فإنسان صلى ما في يفوته على النار. يقول له: لا يفوته، بس هذا خلاف العدل. يقول له: أي عدل؟ ما يفعله الله هو عدل، ما يفعله الله هو عدل، الله شو ما يسوي هو عدل. تقول له: بس إذا دخل الإنسان المؤمن نار جهنم هذا مو عدل. يقول: هذا العدل مو عندك، مو عدل، أنت تفترض أكو شيء اسمه عدل، أما أنا الأشعري ما أفترض شيء اسمه عدل، أنا أعتبر كل أفعال الله هي عدل، فإذا فوت إنسان مؤمن على نار جهنم هو عدل، العدل ما يفعله الله.
المعتزلي يقول له لا أكو شيء عدل الله متقيد فيه. الأشعري يقول له لا أنت عم تقيد رب العالمين بشيء غير موجود، ماكو شيء اسمه عدل وظلم، ما يفعله الله هو عين العدل. فحتى لو فوت إنسان على نار جهنم، الإنسان اللي يروح على البار على المرقص عند الأشاعرة هذا مجبر، الله جبر، الله كان مقدر له يروح على البار. واللي إجا منكم هالليلة على المحاضرة الأشاعرة يقولون الله كان مقدر له يجي على الجام، الله مقدر له. القضاء والقدر يفسروه بطريقة يسلب فيها إرادة الإنسان. تقول له طيب إذا هذا الله مقدر له يروح على المرقص ويشرب خمر، الله ليش يعاقبه؟ يقول له الله حر، الله حر، الله حر، ما فيك أنت تسأل رب العالمين. هذا المنطق مرفوض، هذا المنطق مرفوض، لأنه لا في شيء عدل والله مقيد نفسه بالعدل. إن الله يأمر بالعدل، فإذا الله يأمر بالعدل هو إيش لازم يكون؟ هو لازم يكون عادل. ولذلك تشوفون عند الشيعة الإمامية إحنا عندنا خمسة في أصول الدين، خمسة، إخواننا السنة الأشاعرة عندهم ثلاثة. إحنا نؤمن بالتوحيد، وبعد التوحيد شنو؟ العدل. إخواننا السنة الأشاعرة ما يؤمنون بالعدل، لذا لأننا اعتبرنا العدل جزء من الدين. إذا الله مو عادل لا تستقيم الحياة، ولا يقبل ولا يمكن أن أقبل أن الله سبحانه وتعالى يعاقب الإنسان وهو بريء، ما ممكن هذا الشيء، أو يثيب الإنسان وهو لا يستحق الثواب. على كل حال هذا باختصار مضغوط جدا. طيب سؤال يقول وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. السؤال متى تخرج دابة الأرض وما هي وكيف تكلمهم؟ الجواب أن واحدة من علائم آخر الزمان خروج دابة من الأرض. ما هي؟ ما نعرف، ما نعرف، ولو كان الله رايدنا نعرف كان ذكرها، كان ذكر شكلها لونها. آية، هي آية من آيات الله، معجزة، دابة تخرج من الأرض. اللطيف شفت واحد من المفسرين يقول علي بن أبي طالب، أقول له يا دابة تسمي علي بن أبي طالب دابة؟ هو دابة لازم يكون اللي يسمي علي بن أبي طالب دابة. القرآن ده يقول دابة، دابة هي دابة، الدابة حيوان يدب على الأرض يسمى دابة. معجزة، الله يطلع حيوان معجزة شكله غريب عنده قرون لربما، ما بعرف، دابة تخرج من الأرض تكلمهم بلسانهم، بلسان عربي أو إنجليزي تكلمهم. القرآن الكريم يقول هذه تكون معجزة قبل يوم القيامة، متى تخرج لا نعلم، كما أنه لا نعلم متى يكون يوم القيامة، و كثير من الأسرار لم يكشفها القرآن الكريم. طيب ومن الشياطين، سؤال، ومن الشياطين من يغوصون له لسليمان ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. كيف كان الله يحفظهم؟ حافظين لأعمالهم، الله سبحانه وتعالى يحفظ أعمالهم، بمعنى أن هؤلاء الجن ما كانوا هيك مطلقين، لا، الله سبحانه وتعالى يحصي عليهم أعمالهم وتصرفاتهم كما يحصي على الإنسان أعماله وتصرفاته. سؤال يقول هل سيكون ليلة الجمعة وهل سيكون السيد نصرات خلال الجمعة؟ خلال صلاة الجمعة ما أعرف إذا راح يكون موجود، لكنه السيد نصرات راح يكون يوم الخميس بالليل ويوم الجمعة بالليل هون في تمام الساعة 8 مساء يلقي محاضرة إن شاء الله، واللي يحب يشرف أهلا وسهلا. أكتفي بهذا القدر لأنه ما عندي وقت كثير. هل تعتقد سيدنا أن الخلاف بين السنة والشيعة سياسي؟ لا، لا، الخلاف ليس سياسي. اسمعوا أعزي، أعزائي، اسمعوا، اسمعوني رجاء، لا نسطح الأشياء، لا نبسط الأشياء. الخلاف بين السنة والشيعة ليس سياسي، خلاف عقائدي، إنما تسعير الخلاف وبث الفرقة والعداوة بين الشيعة والسنة هذه سياسية، لا يصير خلط بين الأمرين.
الخلاف موجود منذ 1400 سنة وسيبقى إلى أن يظهر الإمام المهدي عجل الله فرجه. في خلاف حقيقي مو سياسي. إذا نقصد بالسياسي أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، يا أخي أمريكا وبريطانيا وإسرائيل أول أمس صارت، والخلاف كان موجود منذ اللحظة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، بين قوم استمروا على خط رسول الله، نهج رسول الله، وقوم حادوا عن نهج رسول الله صلى الله عليه وآله. فالخلاف ليس سياسي، خلاف عقائدي يعود إلى صميم الدين. لكن هل هذا الخلاف بين المسلمين هل هذا مجوز للتقاتل؟ هل مجوز للعراك؟ هل مجوز لإراقة الدماء؟ لا لا. واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، أن تكون سني وأن تكون شيعي. كما أن الخلاف بين المسلم والمسيحي ليس تبرير للقتل وإراقة الدماء. ومسيحي يكون مسيحي، شو المشكلة؟ الله يحاسبه يوم القيامة، مو أنا، مو أنا اللي أحاسبه، مو أنا اللي أحاسب الشيعي والسني على اختلافاتهم، الله سبحانه وتعالى يقال. أما أنا كمسلم رغم تمسكي بمذهبي سواء كان سنيا أو شيعيا، مطلوب مني أن أحترم أخي في الدين، أن لا أسيء إليه، أن لا أريق دمه، أن لا أعتبره عدوا، لا أعتبره يجوز حلال الدم والعرض والمال كما يفعل بعض الناس. فلا يصير خلط بين القضيتين، خلاف موجود بين طائفتين وخلاف عقائدي يضرب في جذور التاريخ، لكن هذا الخلاف ليس مبرر للقتل والدماء والمشاكل وللمشاكسة وللتهريج ولضرب أحدهما للثاني. لا، أنت تمسك بمذهبك وأنا أتمسك بمذهبي، أنت تقدس فلان وفلان، ما عندي مشكلة قدسهم، بس أنا ما تفرض رأيك علي، ما تفرض عقيدتك علي، ما تفرض. يوم اللي افتتحنا الجامع في فورد رود، أول يوم أول جمعة صلينا، بعد ما خلصت قراءة سورة الحمد مجموعة من إخواننا السنة كانوا يشاركون، أطلقوا آمين قوية جدا. فإجوا بعض الإخوان اعترضوا، قالوا سيد هذول شلون سووا آمين؟ سووا آمين، شو المشكلة؟ هذا مذهبه. قال لا، ما كان لازم يسووا آمين. قلت له أنت لما تقول ما لازم يعمل آمين أو يقول آمين عم تفترض الشيعي وهو مو شيعي، فخلي يجي السني يصلي في مساجد الشيعة، شو المشكلة؟ مسجد الشيعة ليس ملك للشيعة، وأن المساجد لله يصلي فيها الشيعة والسني، والعكس صحيح. إذا أنا أروح عند السنة ويقولوا لي ما لك حق تصلي على التربة، هالنعم يفترضوا أنه أنا سني، مش سني، أنا أتبع مذهب أهل البيت ولكن أرى في السنة إخوتي، فخلي يسمحوا لي أصلي في مسجدهم بالتربة، هو يصلي بدون تربة، أنت صلي مثل ما تحب وأنا أصلي في مثل ما أحب، وما بيختلف بيناتنا شيء. تمسك بالفروقات أنا أتمسك في الفروقات ونبقى إخوة. ليس المطلوب من الشيعة أن يتحولوا سنة، ولا المطلوب من السنة أن يتحولوا إلى شيعة، يبقى هذا شيعي ويبقى هذا سني، بس يكون أخوة، شنو المشكلة؟ أخوة ما يختلفون فيما بينهم؟ أخوة اثنين ما بيختلفوا؟ أخوة يختلفون في الآراء بس يبقون أخوة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.